يلا يا شيرين. طيب انا ممكن ابتدي بالمشاكل اللي انا جايه احلها النهارده. هو من اكبر المشاكل بتاعه الدليفري اللي هو اول منتج احنا هنبتدي بيه ان شاء الله في فلاش هو الكاش. ساعات كتير قوي المندوب فجاه بيوصل يقول لك مثلا متاح من 9 ل 5، فجاه وصل ما فيش كاش في البيت. ساعات كتير قوي بيجي معايا للاي تي ام اسحب فلوس وبعدين ادفع له كاش. بيبقى العميل عايز يطمن من البرودكت الاول المنتج هو ده فعلا اللي طلبه، نفس المقاس نفس كل المواصفات اللي موجوده، ويدفع بعد الاستلام. بس مش دايما بعد الاستلام بيكون في اوبشن ان هو يقدر يدفع بالكارت، فبيبقى دايما مضطر يدفع بكاش. انا المنتج اللي انا بعمله از ان انا ببدل الكاش بفلاش، ان انا بخلي الفلوس الجنيه اللي في ايده تبقى على الموبايل، فيقدر يدفع بموبايله في اي وقت. انا ممكن ورينا بقى ازاي. اوريكم المنتج كده. طب انا دلوقتي كاني انا العميل، وممكن نعتبر الترايبود ده هو المندوب يعني. طيب بفتح الكاميرا، بس كان الكيو ار كود في ثانيه طلع. طبعا انا حطيت امازون عشان اعمل لايف ديمو. لا ده شغل حلو. بس فمثلا هدفع لامازون مثلا 200 جنيه بس، بعدين بيجيب لي الكارت. انا حاطه الكارت بتاعي، انا حطيته من الاول، وبيبقى فيه دروب داون منيو، بس انا حاطه بس كارت واحد دلوقتي. ممكن احط اي عدد كروت انا عايزاها، وكمان الشهر الجاي ان شاء الله هيكون متاح اي محفظه الكترونيه يقدر يدفع بيها برضو على الابلكيشن. كل اللي انا محتاجه اعمله ان انا بدوس ادفع، وبيعمل بنسميه البايومتريك اوثنتيكيشن اللي هو فيس اي دي، البصمه من غير اي حاجه. خلاص كده العمليه تمت، اتدفعت. يلا جالكم 200 جنيه. والمفروض لو هو ده المندوب لو ده المندوب هيجي له مسج في وقتها تقول له ان العمليه تمت بنجاح، وبس. وبعد كده المندوب يرجع. في تقديري انا عندك مشكلتين، قولي لي ازاي تحليهم. اكيد. المشكله الاولانيه الاون بوردنج بتاع الفندرز. ازاي بتعملي اون بوردنج؟ يعني ايه اون بوردنج فندرز؟ اون بوردنج يعني ان انا اجيب مندوبين كتير، شركات كتير، ازاي ادخلهم يعني على السيستم بتاعي؟ يعني العميل يخش ازاي وينزل الابلكيشن ويشتغل عليها وينزل كروته. اوكي. لان دول يعني هو دول مهمين انهم يدخلوا في المنظومه. الحاجه الثانيه هرجع واقول انه في ناس كتير جدا كانت عايزه تعمل تحويل فلوس دايركتلي، جه البنك المركزي راح عامل انستا باي. لو جه البنك المركزي عمل الكلام دوت هتعملي ايه؟ المشكله الاولانيه هي دي فعلا اكبر مشكله، يعني ده اكبر مشكله موجوده لاي ستارت اب النهارده. لان انا لسه ببتدي، فانا بعرف اسمي للشركات، فانا عندي اتنين مودلز، يعني طريقتين للكيو ار كود. في طريقه بسيطه جدا اللي هي اللي انا لسه موريها لكم دلوقتي، دي مش محتاجه زيرو تكنولوجيا، يعني انا التكنولوجيا عليا. كل اللي الشركه محتاجه تعمله هي ان انت تديني سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، وبقوم مديها لها كيو ار كودز بجد في صوره اي دي. يعني المندوب المبيعات كل اللي محتاج يعمله ان هو بس يلبس الاي دي، ومش محتاج اكتر من كده. ومضيته مع كام شركه؟ انا دلوقتي معايا 7 شركات. وائل سالك سؤال مهم اللي هو، طب ولو جاء المركزي عمل نفس الفكره؟ وده بقى ميجر كومبيتيشن. لا، ما انا هاجي للمشكله الثانيه. انا بس اول جزء من المشكله الاولى، فانا بستخدم الشركه اللي انا بمضي معاها، ومن خلال الشركه بدي حوافز للمندوبين للديسكاونت. ده سيكريت صوص رهيب. احلى موديل. احلى موديل لانه رخيص. طيب نروح بقى للبنك المركزي. طبعا حاجه مهمه قوي للحكومه ان هي تاخد الخطوه الاولانيه، وان هي تفهم الناس ان وتدخل كل البنوك على السيستم بتاعها اللي هو اسمه اي بي ان. اول ما البنك المركزي يفرش ان شاء الله الفرشه الاولى، ساعتها يبتدي يوفر الريجيليشنز دي للشركات التانية انها تقدر دبلوماسيه.